اسلام فاضل، نعم دكتور. طيب اسلام تعرفين انت كل دول يسوون لها اكسباير ديت مو صحيح؟ نعم دكتور. ايش قد دائما ينطون؟ كم سنه للادويه؟ هيك في رينج معين؟ يعني دكتور يعني غير كل دواء يختلف، مو فد شي ثابت. يعني اكو بالج هذا رقم شايفته؟ ما منتبه على الأدوية. يعني ممكن يوصل سنتين ثلاثة شايفه هيك شيء؟ يعني سنتين. سنتين زين معقول، شلون يكتشفون هاي السنتين؟ عندك جواب اسلام؟ متخيله متصوره الموضوع مفكره بيه قبل ولا لا؟ لا دكتور، هاي أول مرة ينطرح علي هذا السؤال. طيب شكرا اسلام. بالمناسبه هي مثل ما قالت اسلام، يعني الادويه ما لها اكسباير ديت معين، ممكن 3 سنوات، ممكن 4 سنوات، ممكن ساعه. بس انتم شفتوا هذا اللقاح مال فايزر، استرازينيكا يمكن عادي حتى يقدرون اي مكان، بس فايزر اول ما يطلع من الفريز لازم راسا ينضربوا ولا يصير اكسباير. هاي هنا اكسباير اعتمادا على العوامل الخارجيه، بس همين اكو اكسباير عادي، يعني مثلا اكو امور اكسباير مالت 6 شهور واكو 4 سنوات، مثلا البروتينز الالبومين هاي السوالف. على العموم شباب، منو فكر شلون ينحسب الاكسباير ديت بالادويه؟ جات ببالكم هاي الفكره؟ طيب يوم فكرتوا بيها عندكم معلومات عليها؟ دكتور غير حسب ورجاء لا تنحرجون، يعني دنسولف. دكتور غير حسب زينة. المادة الفعالة. اي دكتور. طيب هي هاي المادة الفعالة، شو وقت انا اقول على هذا الدواء صار اكسباير؟ وشون اعرف ايش قد يصير اكسباير؟ مو احنا نحسب وقت للمادة الفعالة مثلا تخلص بكذا شهر بكذا يوم، فنعرف انه هاي حلو. المادة الفعالة خلصت مال هذا الدواء معناته صار اكسباير، لان ما يكون مفعول للمكان اللي احنا بدنا نعالجه. سيدي جزينة، هذا سيدك زينة، وهذا راح أعطيك بونص، بس انتظري عندي لك بعض أسئلة. زينة عبد الرحمن، زين زينة، شلون نحسب ايش قد المادة الفعالة تخلص؟ نقعد ننتظر نقابلها ونقعد؟ لا دكتور، يعني مو نقابلها، مثلا شلون مثلا عندنا انه الاسبرين مادة الفعالة ما تخلص مثلا نقول بيومين، فانه معروف انه هذا يخلص يتلف بهاي اليوم. زين، وإذا مو أسبرين، وإذا الأسبرين تخلص المادة الفعالة مالته 4 سنين، شو تقولين؟ مصانع الأدوية تجي تجيب الأسبرين تحطه تنتظره يومية، تروح ويرجعون عليه كل شهر، يمرون يرجعون عليه، ورا 4 سنين شافوه خلص قالوا الأكسباير ديت مالته 4 سنين، إيش تتوقعين؟ أي دكتور، غير يعني يسوون تجارب مختبرية يعني للمادة الفعالة ونشوفها. بلى. فشلون ينحسب الأكسباير ديت؟ هذه السؤال ما جاوبتين. دكتور حسب يعني أكو نسبة إنه كل بهاي الساعة ينصرف هالقد يتفاعل من الدواء، وعلى هذا الأساس يعني إحنا نحسب. فأنت تطلعين محصلة فد رقم وبعدين تضربين في باقي الأيام؟ تقريبا هيك شيء. عشتي ليش أساور؟ عشتي زينة؟ وين أساور؟ خلينا نعطيها بونص. بس زينة أخير سؤال، انت تقولين الماده الفعاله تخلص، تتوقعين الاكسباير ديت هو انه الماده الفعاله خلصت صفر صارت زيرو؟ لا دكتور، هي ما تخلص، بس يعني مفعولها يعني ما يصير لها مفعول تبطيء. ليش؟ يعني هي ما يصير لها مفعول لان هي صارت ما موجوده، فايش تتوقعين؟ تخلص نهائيا؟ يعني شو وقت الدواء يصير اكسباير؟ مو بالوقت. احتمال تتغير الماده الثانيه او تصير سامه. دكتور زين. ممكن اجاوب؟ تفضل. دكتور هي الكل يعني المواد هي كلها من صاير الكومبوزيشن او المكستشر هذا من صاير الدواء، فكلها الا مقادير معينه. مجرد فهو يقول لك ليش يعطيك اكسباير؟ اذا وصل يعني لهذا الاكسباير، يعني اذا عبر هاي الفتره احتمال يصير مثلا فد يعني تقل فعاليته للدواء، او مثلا يعني شو يعني انا وياك انا كلش كلام مرتب ياسر، بس ياسر شو وقت الدواء تقل فعاليته؟ اذا قلت بكميته؟
لا دكتور أعتقد لها علاقة بالهالف لايف مالته. الهالف لايف دكتور حسب دكتور إذا صار السبورين تلف. إذا تسمحوا لي ياسر ويا دكتور شنو معنات الهالف لايف؟ دكتور نصف العمر مالته اللي هي فترة الفعالية أو اللي قد يبقى بال يعني يبقى فعال. يعني هو نصف العمر مضبوط أوكي. يعني هو العمر المحتاج مو نصف العمر، هو العمر المحتاج على مود يوصل إلى نص الكونسنتريشن الأصلي اللي أنت حاطه فيه. فإذا كنت حاط جرام إيش قد وقت محتاج على مود يبقى لك نص جرام ونص جرام الثاني يتحلل، هاي يسموها الهاف لايف. العموم شكرا شباب، أنا أثاريت هاي الأسئلة لأن أنا متأكد كل واحد صار عندكم جواب براسه، بس خلنا نقول بونص إلى ياسر. أنا أثارت هاي الأسئلة على مود كل واحد يكون جواب براسه وبعدين أنا أجاوب. سوري أكو أنا ما حاب كل شوي أبغى بالشات الشباب. فاطمة مو كل شوي أبغى بالشات. حكمل المحاضرة مالتي، فإذا عندك أي مداخلة جاوبي. شيلي ميوت. الأكسباير ديت مالت الدواء. الدواء يصير أكسباير إذا تكسر من الكونسنتريشن اللي أنتوا خالي كصيادلة اللي تشتغلون بالمعامل، إذا تكسر فقط 10%. يعني 90% من الدواء هو بعده موجود. انت جيت ضفيت الحباية الدوز مالتها عدد معين، وهذا الدوز مسموح انه المريض ياخذ اعتمادا على وصفة الطبيب. من بعد 4 سنوات لنقل 3 سنوات الانتاج مالته 2019 والاكسباير مالته 2022، بال 2022 اذا جيت اخذت هاي الحباية وانت تشتغل معمل أدوية وعندك كل الفاسيليتيز والمختبر المرتب، راح الطب تسوي له تحليل راح تلاقي اكو 90% من الدواء موجود، 90% الكونسنتريشن بيور اللي هو يطفى عليه موجود، ولكن احنا عندنا نسميها يا ياسر شيلف لايف مو هاف لايف. شيلف لايف اللي هي ايش قد محتاج وقت على مود الدواء اللي انت خليته يتكسر بنسبه 10% ويظل من عنده 90%. زين نرجع سؤال تحت اسولف فيه اسنان، شلون نحسبها؟ انا اقدر انتظر 4 سنوات واشوف الى ان وصل ها 9.5 ها 10% الا 3/4 الا ربع، لا ابد مو هيك الكلام. الفكره وما بيها انه مثل ما قالت اساور، انا اجي احسب خلال مده معينه خلال ساعه ايش قد يصير واضربها. مو بس هيك اساور، وازود درجات الحراره. كل زين نعرف درجه الحراره تزود لو تنقص السرعه مال التفاعل. تزود ما بي نقاش فاطمه تزود. فانا ايش اسوي؟ ازود درجه الحراره وراح ان شاء الله يعني نشوف تجربه على هالموضوع. ازود درجه الحراره وعلى هالاساس انا اتوقع درجه التفاعل ورا سنه ايش قد حيبقى من الدواء، ورا سنتين ايش قد حيبقى من الدواء. هيك فد معلومات اوليه لازم تكون عندك انت كصيدلان وتعرف من عندها. تفضل حيدر. السلام عليكم دكتور. السلام حيدر، اهلا وسهلا دكتور. اكو ادويه تبقى ورا الاكسباير فعاله؟ واقع الحال الادويه اصلا فعاله، انا اقول لك هي بقى 90%. لحظه، فعاله يعني قصدك تعطيني نفس الفعاليه؟ لا بس متى تطين تاخذها دكتور؟ اي بالضبط. بل بعض يعني نسبه كبيره من الادويه تكون سيف انه تقدر تستخدمها، بعض الادويه تكون نون سيف لانه هي تغيرت الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز مثل ما قالت، ما اعرف منو قالت يتحول الى مواد سامه. بلي بس اغلب الادويه هي تكون سيف انه انت تستخدمها. بس متاكد انه حتعطيك فعاليه لو لا؟ حقول لك لا، مع انه بس 10% تكسر منها، بس ايضا حقول لك لا، مو صحيح انه انت تنطيب حجه انه اوكي اكسباير ابدا. لا تمام دكتور، شكرا حيدر. طيب فخلينا نبلش بالكاينتكس. يعني انا هذا الموضوع بالذات يعني هذا مختبر الفيزيكال فارماسي، انا احب الكاينتكس بس للاسف يعني احنا حنظل مختبر مو محاضره، فما حنقدر نتوسع ونتبخر. وانا اي شيء بالصيدله هي رياضيات حتلاقوني يعني احبه، والكاينتكس اساسا رياضيات وحسابات. طيب خلونا نفهم مثال، ناخذ الانترودكشن بسيط على الكاينتكس. الرياكشن كاينتكس هو دراسه الريت اوف رياكشن، سرعه الرياكشن، and factors affecting its reaction its rate sorry. ف rate of any reaction
suppressed as the change in concentration per unit time. The concentration مال دواء اللي حيتغير بمرور الوقت ايش قد هاي النسبة هو هذا يساوي the rate of reaction. واضح؟ طيب خلينا نجي في هاي عبارة يعني هذا المعادة نحفظوها rate يساوي دلتا سي على دلتا تي. دلتا سي تغير الكونسنتريشن هسه ممكن الكونسنتريشن يزيد فنقول بلس وممكن الكونسنتريشن يقل فنقول ماينس لذلك خلينا علامتين زائد ناقص دلتا سي على دلتا تي بمرور الوقت الكونسنتريشن راح يزيد يعني نسوي فورميوليشن تشكيل تكوين او ده يقل معناها ده يتكسر ديجريديشن فدلتا سي هنا التشينج ان كونسنتريشن اوف كونستانت اوف الدرج اللي احنا ده نستخدمه او والدلتا تي هنا تمثل تشينج ان تايم والبلس معناها الكونسنتريشن ده يزيد والماينس معناها الكونسنتريشن ده يقل واضح حد هسه تعرف شنو الريت كاينتكس الرياكشن كاينتكس ستوري اذا نجي نشوف شنو الامور والفاكتورز اللي يسوي انفلونسينج الريت اوف رياكشن هنشوف الكونسنتريشن اوف رياكتنت انت برودكت الايونيك سترينث اكيد السولفنت اللي انت حاطه 100% اكيد لما نغير السولفنت راح يتغير السرعه مال التفاعل والتمبرتشر هاي همينه من الامور الواضحات هنا اكو نقطتين مهمات انت كصيدلاني لازم تتخيل ايش دا استفاد من انا قاعد باللكتشر ويا احمد الطالقاني اكو شغلتين مهمات اول شيء على مود تتاكد البيشنت ريسيفز ذا كوركت دوز اوف دراج هاي شغلك ما بي نقاش الطبيب ما يفهم ايش قادر يدي يعطي دوز للمريض ما يفهمها هاي الطبيب هاي انت ورا ما تصنع دواء وتخلص وتنزل العلبه مكتوب عليها هل قد دوز عود الطبيب يجي يكتبها وين بالوصفه فعلى مود تتاكد انه هو ياخذ كوركت لان الكاينتكس شو له علاقه بهالموضوع احنا بدنا نحكي عن rate of reaction بالتصنيع الدوائي شنو علاقه rate of reaction شنو علاقه بالكوركت دوز دكتور كل دوز لها تايم على مود تضبط الفعاليه مالتها اي درى نعم دكتور ما اسمح جوابك عادل دكتور يعني كل دوز من الدواء ماشي لها اوقاتها ولها الوقت اللي تستمر بيه على مود تضبط الفعاليه مالتها فنقطه ريت انا بدي احكي هنا تفاعل ريت اوف ريكشن بس فشلون الريت اوف ريكشن مالت فلان دواء يفيدني على مود اعرف او اتاكد انه انا انطيته الكوركت دوز او شو معناته الكوركت دوز الجرعه الصحيحه والجرعه المناسبه للي عنده تعرف شلون يحسبون لانه الكاينتكس مو بس يفيدنا بحساب صناعه الدواء والاكسباير ديت لا بالتفاعل اللي حيصير انسايد ان فيفو انسايد ذا بودي انسايد ذا بودي اكو مصطلح هاي لازم نعرفه ان فيفو ان فيترو ان فيفو داخل الجسم هذا هذا الدواء حيتكسر ايش حيبقى من عنده ويا من حيصير له بوندينج ويا بروتين ويا كذا هاي الامور كلها هو حيحسبها ويقول لك لانه انت ما معقول لا تتوقع نفسك الدواء اللي انت طيت هي 100% كله راح يروح للاكشن سايت مستحيل ما عدا الاي في لانه باعتبار انه راس انت تفضل مباشر انت تحكي على ابزوربشن بالضبط فواضح احنا هنا جدا نفكر فعلى مود اتاكد راح يصير ريسيف الكوركت دوز whatever from its carried that on liquid tablet gel capsule اي نوع من الدوزج فور rate of degradation of drug must be known لازم انا اعرف ايش حيصير له degradation الاضافه الى ذلك هذا الموضوع اللي حكينا عليه length of time a drug remain stable determined by inherent and external factors من ضمن شنو الاكسترنال فاكتورز نعرفها قلنا solvent temperature وما الى ذلك inherently هو the drug may be changed by decomposed at a molecule level by changing the energy or breaking the molecule bond هاي الامور اللي هي ذاتيه من داخل الدرج واحده هو يتكسر ممكن البوند ما تتكسر وما الى ذلك يتغير ينطينا كومباوند ثاني طيب الريت اوف ريكشن هو الفيلوسيتي او السبيد ات ويتش ذا ريكشن بروسيدز اتس بروبورشنال تو ذا برودكت هذا ترى هاي الجملة لازم يعني تحفظوها هيك مثل ما هي مكتوبة
rate of reaction هو the velocity or speed at which the reaction proceeds. It is a proportional to that. شنو معناته proportional؟ تناسب طردي. تناسب طردي هو direct proportional to the product of molar concentration of reactant each raised to a power which is equal to the number of mole undergoing the reaction. إيش ده يقول؟ يقول هو هو السرعة تتناسب طردياً ويا ال product of molar concentration كل واحدة مرفوعة إلى أس يساوي number of mole undergoing the reaction. فنجي نشوف هنا خلينا نجي نأخذ مثال reaction اللي هالتفاعل مالته A plus B يعطينا product. ال A عدد المولز مالتها A small, ال B عدد المولز مالتها B small. بالتالي rate of reaction يتناسب طرديا ويا ال A مضروبة في B كل واحدة مرفوعة إلى أس يساوي عدد المولات مالتها. هذا تعرفون القوس اللي هيك مربع معناه ال concentration. تعرفون هذا الموضوع مو صحيح؟ نعم دكتور. نعم. إذن إحنا هنا نرجع على concentration of A capital مرفوع إلى أس A small مضروب في concentration of B capital مرفوع إلى أس B small. بالتالي كل تفاعل على مود كل معادلة على مود نشيل كلمة التناسب الطردي مالتها نقدر نستعوضها بكلمة ثابت. أي من الأمور الرياضيات اللي نعرفها. فبالتالي راح يكون rate يساوي K اللي هي هنا نضفناها reaction rate constant ثابت مضروب في A concentration of A raised to power A small مضروب في concentration of B capital raised to power B small. أتمنى الأمور واضحة لحد هسه. طيب نكمل هنا طبعاً عنوان جديد اللي هو rate constant. خلينا نفهم شنو هذا rate constant. The constant اللي هو الكي apparent in the ratio بلي حميد ثابت بالضبط بس بتفاصيل نفهمها شوي. الريت كونستانت اللي هو الكي يقول هو شفنا قبل شوي بالريت لو هذا نسميه الريت لو اللي هو الريت يساوي كذا هذا الريت لو يقول هو appearing in the rate law associated with a single step elementary step خوش reaction is called the specific rate constant called the specific rate constant for that reaction. ده ينطي عنوان هو حيكون عنوان هذا الرياكشن specific rate constant for that reaction. Any change in the conditions of the reaction هنا ما ده يحكي على concentration ده يحكي على conditions. For example temperature, solvent, slight change in one of the reacting species will lead to a rate law having a different value for the specific rate constants. هنختار نفذ واحد ذي. صابرين تسمعيني؟ نعم دكتور. طيب صابرين احنا ايش بدنا نحكي؟ بدنا نحكي على انه الريت مالت هذا الرياكشن يساوي الكونستنت في الكونسنتريشن مال A في الكونسنتريشن مال B. نعم طيب نعم دكتور. هذا الكونستنت شو كونستنت معناها ثابت ما يتغير. نعم بس بالنتيجه احنا السرعه مالت التفاعل ممكن تتسرع عن طريق مثلا زياده التمبريتشر. اكيد دكتور. زين اذا الارقام ثابته والسرعه ازدادت من اللي حيتغير؟ غير الريت هو يتغير؟ الكونستانت حيتغير تلقائيا الريت. طيب اوكي اجو وياك الريت تغير والاي والبي ثابتات من بعد حيتغير؟ الاي والبي ثابتات الكي راح تتغير اكيد 100% مو صحيح؟ اي نعم دكتور. مع انه احنا ايش نقول عليه انه هو شنو؟ ثابت كونستانت نقول عليه. ولا ثابت يتغير؟ اي يعني معناه انه يتغير. لا يتغير بس احنا هنا نريد نعرف هو ثابت وين ثابت. هو مو ثابت بكل شيء. هذا ثابت بس مو ثابت الى ظروف يعني معينه يتغير تحت ظروف انه يتغير. اشتيج ف
فإذا ثبتت الظروف راح تثبت هذا الثابت وتقدرين تستخدميه بالحسابات. واضح؟ نعم دكتور واضح. أوكي صابرين تبين درجات؟ كيفك دكتور؟ ما تحتاجين أنت صابرين خليها للفقرة. زين خلينا نجي experimentally. يقول any change of specific rate constants correspond simply to a change in the slope of the line given by the rate equation. هاي حنشوفها بعد شوية شنو هي rate equation وشنو هو the slope. The variation in the specific rate constant are of a great physical significance because a change in this constant necessarily represent a change at the molecular level as a result of variation in the reaction condition. هذا تأكد انه وضحت المعلومة من خلال هاي الجملة اللي قالتها صابرين. إيش ده يقول أخير جملة إيش ده يقول variation in the reaction conditions. الكونديشن هي اللي تغيرت. طيب الأي والبي ثابتات ما هو شيء عندي حاجة تغير غير الكي شو أسوي لأنه الريت تغير. The properties of the reaction rate constant اللي هو الكي بين قوسين اللي هو depend on the temperature. كل ما تتغير temperature أكيد حيتغير. دائما يكون positive value. اليونت مالته تختلف على الاوردر اوف رياكشن. من عنده معلومات على الاوردر اوف رياكشن كاينتكس دكتور؟ تكون ثلاث انواع زيرو وسكند وبرايمري. من بده يحكي؟ فاطمه كاظم. فاطمه كاظم زيرو وشنو؟ وبرايمري وسكند. فيرست اوردر وزيرو اوردر وسكند اوردر هيك قصدك؟ اي نعم دكتور. على ما نجي على اساس نقسم هاي التقسيمه على الاساس تركيز المواد اللي تاثر على التفاعل. اذا تركيز ماده واحده يعني فيرست عاش جديد. واذا اثنين نعم شكرا فاطمه. بغيت تدخل شوي درجه. اوكي خلصت درجه زين. فاذا يعتمد همين اليونت مالت الكي كونستنت راح يعتمد على الاوردر اوف ذا رياكشن اللي هو ده يمثله. واكو نقطه كلش مهمه، كل ما زاد الكي معناها الرياكشن راح يكون مور فاست او فاستر رياكشن. مو صح نقول مور فاست. هاي اهم اربع بروبرتيز اوف ذا رياكشن ريت كونستنت. فخلينا نجي نشوف الاوردر رياكشن ونضرب مثال نفس المثال اللي هو الـ A يتفاعل ويا B يعطينا product. المولز مالتهم A small أو B small. هنا راح تكون عندنا أربع احتماليات لهذا الرياكشن على مود نقول مالته هو A order reaction. فنجي نضرب الفرضية الأولى الـ order of reaction يكون plus A small plus B small. شنو معنات A small plus B small؟ معناها rate of this reaction will be affected with the concentration of product A and product B. أو العفو reactant A and reactant B. المتفاعل A والمتفاعل B. فإذا كان الـ concentration يؤثر على سرعة هذا التفاعل بالتالي راح يكون الـ moles of A capital اللي هي small A and the moles of B capital اللي هي small B هم يكونون حجم او عدد الاوردر رياكشن وبالتالي هو حيكون سكند اوردر. اما اذا كان هذا سرعه التفاعل تتاثر في الكونسنتريشن اوف اونلي اي او اونلي بي فراح يكون هو فيرست اوردر مثل ما هنا مكتوب بالجمله الثانيه. اذا كان الاوردر رياكشن فقط اي لما هي بس الاي كابيتال هي اللي تاثر بالسرعه فحيكون فيرست اوردر. او ممكن لا يكون فقط بي لما يكون هي فقط البي تأثر بالسرعة مالت الرياكشن فحيكون first order أيضا. وممكن rate of this reaction not be affected with the concentration of A capital and B capital بالتالي حيكون zero order reaction. reaction أعمى ماشي بطريقة ما ينتبه إيش قد أكو A إيش قد أكو B. أول ما تخلص الـ A أول ما تخلص الـ B هو حيخلص. واضح؟ هذا rate
الاوردر رياكشن وهذا الريت اوف ذا رياكشن. نجي نقسمها على الاساس الى زيرو اوردر كاينتكس، فيرست اور سكند اوردر. اليوم حناخذ الزيرو اوردر، الفيرست اوردر همين حنطرق له شوي هنا وننهي المختبر اصلا، باقي لنا فقط 10 دقائق. الزيرو اوردر رياكشن احنا فهمناه قلنا قبل شويه، الريت اوف ذا رياكشن اوف ذا رياكشن از اندبندنت اون ذا كونسنتريشن اوف ريكتنت. الريت قلنا شنو هو؟ دلتا سي على دلتا تي، تغير الكونسنتريشن مع مرور الوقت. فنقدر نقول ماينس دلتا سي على دلتا تي يساوي كي. زين سؤال، مو قبل شويه كانت هنا قلنا الريت يساوي كي في اي كابيتال في بي كابيتال، كل وحده مرفوعه الى اس يساوي المولات مالتها، ليش قلنا الريت يساوي فقط كي؟ دكتور ممكن تعيد السؤال؟ حميد دكتور، يعني التفاعل زيرو، واذا التفاعل زيرو زيد او سجاد ما متاكد من ذلك، واذا التفاعل زيرو اوردر كاينتكس يعني بسرعه ما عندنا كونستريشن للاي والبي. شنو زيد؟ ما عندنا كونستريشن للاي والبي. لا اخو احنا لازم عندنا كونستريشن، بس قصدك ما نعتمد على الكونستريشن. زيد وياي؟ نعم دكتور وياك. دكتور مازن دقيقة عبد الله راجع لك. زيد بس أعرف فهمت شنو قصدي؟ أنت هيك اللي قصدك إياه لو غير شيء؟ يعني هو قصدي إنه دكتور الـ A والـ B ما راح استفاد من عندهم. أوكي زيد أنا افتهمت أنت شو مفتهم، راح أوضح لك ورا ما أفتهم من عبد الله. تفضل عبد الله. نعم. دكتور هو يعني المادة ما راح تتأثر. أوكي عبد الله أنت هم يعني مفتهم مثل زيد. شكرا عبد الله. شوف عبد الله وزيد وباقي الشباب، حميد اسمعني، احنا ماكو شيء اسمه الماده ما لها تاثير. هذه ماده اسمها اي، هاي احنا اختصرناها الله العالم هاي الماده شو كبرها والمولكيول مالته شلون صاير شكله ستراكشر مالته وكذلك بي. هم دول اساس التفاعل، لازم هذا التفاعل لازم بي اي اند بي، ماكو شيء اسمه هذا الكلام. احنا ما نحكي على التفاعل، احنا دا نحكي على الريت اوف ذا ريكشن، سرعة هذا التفاعل. فعلى أساس الريت أوف ذا رياكشن شوية رجعت باللاب لي ورا لأنه تأكدت أكو بعض المعلومات ما واضحة. بنحكي على الريت أوف ذا رياكشن، كلمة رياكشن وحدها لا، التفاعل متكون من المتفاعل A زائد المتفاعل B وماشيين بطريقهم وديطونا برودكت، ولكن سرعة هذا التفاعل مرة ما تعتمد على كمية الـ A والـ B اللي انت ضايفها، ما تعتمد، هو سرعته ثابتة وما يفيد وياه، بس يفيد وياه شغلة مثلاً temperature، كل ما تزود درجة الحرارة تزداد السرعة مالته، ولكن إيش قد الـ concentration اللي انت ضايفها ما يهتم. مرة لا يهتم، يهتم فقط لو كمية A لو كمية B، يهتم بسرعة بكمية واحدة من ذني المواد واحدة فقط على الـ concentration مالته. فمثلاً بداية التفاعل أنت جاي حاط 10 غرامات من المادة اللي هو يعتمد على سرعتها اللي هي مثلاً الـ A، فحتلقي سرعة هذا التفاعل بالعشر غرامات كلش سريع، بس هو من دا يصير تفاعل كمية الـ A دا تقل له، ما دا تقل دا تقل لأن هي متفاعل، وشنو اللي دا يزيد بالمقابل البرودكت، فايش دا يصير الـ A، فتجي تقول سرعة التفاعل هذا مثلاً هيك رقم بدون يونتس 5 زين، وشان الكونسنتريشن مال ايش قد 10 زين، هاي العشرة تلقائيا حتوصل الى 8 لان ده تتفاعل، من وصلت 8 السرعه مال التفاعل هم حتقل، حيصير من 5 ينزل الى مثلا 4 واضح زين. البي هم قلت، يقول لك انا ما لي علاقه، انا اعتمد على سرعه ماده واحده. فالتفاعل الاول الزيرو اوردر رياكشن ما يباوع ايش قد الكونسنتريشن مال المتفاعلات، الفيرست اوردر يباوع على الكونسنتريشن مال وحده من المتفاعلات، السكند اوردر يباوع على الكونسنتريشن مالتهم اثنيناتهم. كل ما يقل الكونسنتريشن مال A والB كل ما حتقل
السرعة مالت هذا التفاعل تقل سرعته، واضح وين بدنا نحكي؟ فنجي انت بزيرو اوردر هو اصلا ما يعتمد على الاي والبي، ما يعتمد على الكونسنتريشن مالتهم. ايش قد ما يكون الكونسنتريشن هو حيمشي بسرعه ثابته، ما اخذ قراره انا هاي امكانيتي انا امشي هل قد سرعه بهل قد دقيقه. هسه من اسد جيبوا لي 10 جرامات، من اسد جيبوا لي 100 جرام تحطوا لي اياها، انا حمشي بهالسرعه وانتم بعد حيروا بروحكم، تردون زودوا درجه الحراره. غير هيك انا ما اخاف، هسه لو تجيب عشيره كامله انا ما اخاف، حمشي بهاي السرعه. اتمنى زيد وعبد الله الامور صارت واضحه عندكم، لانهم بين من جوابكم ما كانت الامور جدا واضحه. منتظر من عندكم جواب زيد عبد الله. نعم دكتور. نعم دكتور. نعم دكتور. طيب نجي هنا السؤال، نرجع له مره ثانيه، ليش بالزيرو اوردر رياكشن هنا لما حطينا الريت قلنا يساوي كي وسكتنا؟ لانه هنا في صفر في واحد في واحد، لان هو ما يعتمد على الكونسنتريشن مالت الاي ولا على البي ولا على اي متفاعل، راح تلاقيه هو ثابت يساوي كي. هنا تجي الدلتا سي على دلتا تي تساوي كي، قلناها اول سلايد. الريت يساوي دلتا سي على دلتا تي. فهنا الريت يساوي كي. نجي نسوي هاي المعادلة انتجريشن، حتكون الكونسنتريشن at time t. انت تسألني تجي تقول لي انا اجي اسألك بالامتحان ورا خمس دقائق ايش قد صار، ورا عشر دقائق ايش قد صار، فحتقول لي concentration at time t يساوي concentration initial concentration ال concentration at time zero اللي انت شنو اللي انت ضفته بايدك، minus ال k اللي هو الثابت مع التفاعل في time اللي هو t اللي انت عندك قست هنا الكونسنتريشن. واضح؟ نجي نقارنها ويا لينير اكويجن، راح نشوف انه لينير اكويجن تقول اني الواي تساوي اي ماينس بي اكس، فاذا هاي هي صارت حاليا لينير اكويجن. نقدر نجي نرسمها على واي اكسس هاي الطريقه. هنا حتكون السي تي هي الواي اكسس والتي اللي هي الاكس اكسس، والانترسبت مالت الواي هنا هي تصادف ال سي at initial time zero time، بينما الستوب هو حيمثل الماينس كي. نوت اكو هنا شيء كلش مهم لازم صيدلاني يحفظهن، اليونت اوف كي تختلف بالزيرو اوردر وبالسكند وبالفيرست اوردر، فهاي تحفظها صم ما بيها. أنا راح أراويك شلون نستنتجها، بس أنت لازم تحفظها. الـ unit of k اللي هي الـ active اللي هو الـ rate constant of zero order reaction هي المول على liter في الـ unit على time. بدنا نترجم هذا الكلام، الـ k يساوي الـ unit of concentration على الـ unit of time. الـ unit of concentration هي مول على يونت على ليتر، واليونت اوف تايم هي اليونت اوف تايم. واضح هذا منين جبناها؟ بس اني اوكي، انا بعض الطلاب ادبيهم شطار بالرياضيات وبعضهم مو شطار، فاللي مو شاطر اقول له تحفظها نص مول على ليتر على تايم يونت اوف تايم، واللي يعرف منين اجت فهي تلقائيا اجت من هذا القانون. تجي تريد تصير شاطر ترسم، قلنا التايم نخليها على الواي اكسس، الكونسنتريشن على الاكس اكسس، انيشال الكونسنتريشن ات تايم 0 هنا كان اكبر كميه، كل ما ده يمشي بوقت الكونسنتريشن تلقائيا ده يقل، ولكن لينير اكويجن نازل خط ثابت بالتايم. مثلا هنا خلينا نقول تايم رقم 10 منت 20 منت 30 منت 40 منت، نازل بسرعة ثابتة والسلوب سرعة ثابتة. ليش؟ لأن ما اعتمد على الكونسنتريشن، ما شاف هنا الكونسنتريشن عالي وهنا الكونسنتريشن ناقص فنقص من سرعته أبدا.
بينما نجي للفيرست اوردر رياكشن الريت اوف ذا رياكشن ديبند اون ذا كونسنتريشن. أوضح على بعض الجمل rate of the reaction سرعة التفاعل تعتمد على ال concentration of one term only على واحد من التفاعلات المتفاعلات sorry. وبالرغم من أنه يكون أكثر من متفاعل ممكن هو A زائد B زائد C يعطينا product بس هو يعتمد على سرعة على 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 concentration مال واحد من عدم فبالتالي الريت اللي هو دلتا C على دلتا تي يتناسب طرديا مع الكونسنتريشن مال واحد من عدن وبالتالي يساوي كي سي. انا هنا هذا قانوني الرئيسي. انا اذا شاطر بالرياضيات ما احير هذا ايش يقول الدكتور. انا عندي هنا قانون الريت يساوي كي في اي تو باور اي سمول في بي تو باور بي سمول. فالزيرو اوردر رياكشن تساوي كي. الفيرست اوردر رياكشن كي في اي. السكند اوردر رياكشن K في A في B. ليش ماكو صوت؟ الصوت واضح يا من الدكتور احنا. من حميد هذا حسن دي يتحارس دي يقول لي انا اجيت تسألت علي هواي بس انا اجيت. لا والله دكتور فصل هيش تقريبا دقيقة وجاء. يمكن راح يصلي. واضح حسن فهمت المحاضرة؟ ذكر بس آخر شيء آخر سلايد قبل هذا انفصل عندي ما أدري إني معك هذا؟ لا قبل دكتور مال المعادلة هذا؟ أي هذا دكتور هذا معادلة هاي مو ضمن المحاضرة أنت المعادلة اللي ضمن المحاضرة هاي الـ concentration at time t بالوقت اللي أنا دا أسألك عليه يساوي الكونسنتريشن الأساسي ناقص سرعة التفاعل في الوقت اللي انت احتاجيته. بس دا أقول لك هاي المعادلة هي أساساً معادلة خطية اللي انت دارسها اللي هي الـ Y تساوي A minus B في X. فعلى مديهيج إذا تجي ترسمها هتلاقي الخط ثابت. تلقائياً أريد أنتقل بسرعة بدون مداخلات للفيرست أوردر نشوف انه الفيرست اوردر يعتمد على كونسنتريشن مال واحد من المتفاعلات بالتالي الكي تساوي الريت يساوي الكي في سي. تجي ترسمه شباب انتبهوا لهذا الخط هاي الكونسنتريشن هذا التايم هذا الفيرست الانيشال كونسنتريشن اللي انت ضفته بيدك شوف الخط بلش ينحدر هاي ايش دا يصير كل ما دا يقل الكونسنتريشن مال المتفاعل اللي الريت اوف ذا رياكشن يعتمد عليه الريت اوف ذا رياكشن ده يقل ما مشى بسرعه ثابته ما مشى المفروض يمشي بسرعه ثابته هيك ما مشى كل ما ده يقل الكونسنتريشن ده يقل الريت اوف ذا رياكشن ينكسر واكس مثل ما يسموه دكتور هذا الرسم عفوا دكتور هذا رسم المقوس يدل على ان العلاقه طرديه مداما مو دكتور اوكي بعد العلاقه طرديه بعد العلاقه طرديه بس كانت علاقه طرديه فقط كي حاليا اكو علاقه طرديه اكو وياها كونسنتريشن مال ماده فالكونسنتريشن انت اكيد كل ما يمشي التايم الكونسنتريشن اكيد دا يقل بس كل ما دا يقل دا يقلل وياه سرعه التفاعل لا دكتور عفوا قصدي هذا الرسم المقوس دائما دائما من نشوفه مقصوده يعني العلاقه طرديه 100% ما بينقاش 100% صحيح طيب تجي على مود نحولها الى معادله لينير اكويجن نسوي لها انتجريشن ايضا ونضيف لوج فاللوج مال كونسنتريشن ات تايم تي يساوي اللوج مال انيشال كونسنتريشن ماينس كي تي اللي هو التايم مقسوم على 2.303 هاي واحده من الشغلات اللي المعادلة مع الفيرست اوردر رياكشن ايضا لازم تحفظوها تجي انت تقول لي كلمة لوج ضفنا لوج الى الطرفين تجي للكي هنا نشوف الكي اليونت مالته حتكون تايم فقط تايم تو باور ماينس 1 تجي اللي قبل شوي وضحناها اريد نفهمكم اياها بلي بسيطه نفهمكم اياها كانت الكي اليونت مالته هي اليونت مال كونسنتريشن على اليونت مال تايم ولكن انتبه هنا عندك يونت مال كونسنتريشن
فالكونسنتريشن يونت تحذف الكونسنتريشن يونت يبقى لك بس اليونت مال تايم، ولكن اليونت مال تايم هنا وين البصله بالمقام؟ ما انتظر من عندكم جواب، بس اتمنى فهمتوا الكلام مالتي. تلقائيا تحولت الى لينير اكويجن من بعد ما اضفنا اللوج. لما نجي نرسم هنلاقي الرسم يطلع صحيح، ولكن احنا حاطين لوج، رسمنا كونسنتريشن، لوج كونسنتريشن هاي اللي شيء اللي هو كلش مهم. ما يخالف خلاص من وقتكم، بس هذا اخير سلايد سوري. الهاف لايف والشيلف لايف، الهاف لايف هو الوقت اللي يحتاجه الرياكتنت على مود يتكسر نصه، نصه بالضبط الان تضيف جرام، ايش قد يحتاج على مود 50% من هذا الدواء يصير 50% 5 نص جرام. والشيلف لايف هو التايم ريكوايرد for the drug to lose على مود يخسر فقط 10% of its original concentration at room temperature. وهذا نستخدمه على مود calculate the expiration date of the drug. هذا المصطلحين مهمات جدا. على مود نحسب ال half life وال shelf life مال دواء، لازم قبل لا نحسبه لازم نعرف ال order of the reaction اللي الدواء حيمشي به، لأنه كل order of the zero order reaction إلى طريقة حساب تختلف عن ال first تختلف عن ال second. فبالنسبة لل first order reaction half life وال shelf life لها هاي المعادلة، احفظوها وبعدين هنطبق عليها. وحطيت لكم جدول يوضح لكم شلون اطلع المعادلة مال K واليونت مال K وشنو الفرق ما بين الزيرو والفيرست. هذا حفظ فم، هذا الجدول كله تحفظوه. والشيلف الهاف لايف والشيلف لايف اللي هي T 90 باعتبار 10% وباقي 90%. اوكي شباب، هاي المعادلات ايضا تحفظوها يعني. يعني سوري تجاوزت على الوقت، يمكن تناقشنا هواي. هاخذ غياب